ايه اللي انتي بتقوليه ده يا سمكه؟ انا اللي زي يا اختي ملوش في الطيب نصيب. انا وامي اتكتب علينا الشقه، عشنا وحدانيين وهنموت وحدانيين. ده لولاك انت يا سمكه ما كانش حد خد بحسنا. تيجي وتسالي وتشقري، انت بحسسالي ان احنا اخوات بحق وحقيقه. ربنا يخليكي ليا. عيب عليك يا بنت، وبعدين مالك قلبتيها ضلمه كده؟ طب بكره تشوفي يا سمير، بكره تشوفي هتبقي ايه. اما جدعان بورسعيد كلهم حفي وراكي، ما بقاش انا سمكه بنت بياض. حسن الصدف يا سمورة الأمورة، صدقوا تؤمني بالله كنت لسه على بالي من ثانية واحدة. ازيك يا عم جمعة؟ عم جمعة تاني هتزعليني، ناوية تقهريني في الشارع. يقطعني ايه يا عم جمعة دي؟ يقطعني يقطعني، قصدي ازيك يا ريس جمعة. اه كده مليت ريقي وريحت قلبي يا سمير، مش كده ولا ايه؟ ده انا لسه دلوقتي حالا نازلة من عند سمك اهو. ايه اللي نزلك بدري كده؟ استنى شوية لحد انا ما ارجع. اقل ما فيها كنا لعبنا مع بعض دورين بلاي ستيشن، ولا كنا مع بعض لقمة حلوة، مش كده سمورة أمورة؟ اصلا اتأخرت على امي قوي، لازم اروح دلوقتي. يا ده امك، على فكرة امك دي معطلاكي، امك مأخراك يا سمينة، خدي مني. بصي لمستقبلك، مستقبلك بصي له شوية. طب اعمل ايه بس، مش امي برضو؟ ايوه ما حدش يقول حاجة، انما على العموم انا ممكن انسى البلاي ستيشن، انما لا يمكن هفوت لك اللقمه الحلوه اللي كنا هناكلها مع بعض. اه لازم ناكل مع بعض لقمه حلوه، يا اما ناكل حاجه حلوه. يعني ايه؟ يعني تركبي معايا. ايه؟ ايوه مش هتندمي، هناكل مع بعض حاجه حلوه. اركبي اركبي بس يا سمير، يلا يلا ما تزهقنيش، يلا يلا. هوبا هوبا هات انت بقى الحلويات دي. أيوة. وانا يا دوبك كده اروح لامي، عشان تعرف امي تعبانه ونايمه يا اخويا، بتنام بدري ماشي. انت عارف بقى. ها بس يلا. امنتك امانه، قول اذكريني عندما تقع يدك على اي حته جاتوه من دول، اذكريني وما تدوقيش امك. اه ما دي نظريه، النايم ملوش نايم. ايه قصدي؟ النايم ملوش نايم، نايم النايم ما دي نظر. وبعدين هي ست مريضه، الجاتوه هيبقى مضر على صحتها. ماشي صح. يلا يا حلو، وانا هحاسب وهمشي. شكرا. مع السلامه.